زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانيه مش احنا بس، ونقعد مع الحكم. ما انا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا استنى، مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك؟ انا يقعد معاك بصفه زمان الحكام الافارقه كانوا بييجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول يا كابتن؟ تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صعب، بتكلم جد.